والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة يا جماعة معانا راديو صيني اللي هو الجديد دوت أبو كشاف زي ما احنا شايفين، وبيشتغل بفلاشة. صاحبه جايبهولي قاطع خالص، بيقول لي ما فيهوش لا مية ولا نور. طبعا أول حاجة هنتأكد منها الفيشة. يا جماعة هنقيس بالأوم أطراف الفيشة. طبعا احنا ممكن نحطها في الكهرباء ونقيس الباور، بس خلينا كده برضو ايه اسهل شوية. اهو تمام، دي تمام كده، لان الاتنين الطرفين بتوع الكهرباء مديني شغال. نفتح كده، انا فكيت طبعا يا جماعة شفتوا، يبدو ان هو ده الحد في الطرفين، هم مقطوعين. وعيد اقول دول بتوع ال زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، تقريبا السلكتين دولك بتوع البطاريه. هم البطاريه مقطوعه، الزهر هو افتى فيها. طبعا هنشوف الاول، هنوصل لك كهربا يعني افتى فيها وشاف. طبعا هنتاكد، هنمشي معاه كده واحده ونشوف داخل له باور ولا لا. نجيب الافوميتر على ايه، نقيس الايه الطرفين اللي داخلين على البطاريه، نشوف مدخلين كهربا ولا لا. مش مدخلين طبعا، مش مدخلين حاجه كده، يبقى انا شكيت في حاجه تانية اللي هو الترانس. استنى كده، دول يا جماعه الطرف ايه، الاحمر دولك، دول بتوع الكهرباء العموميه. هنشوف داخل له كهرباء عموميه ولا لا. داخل كهرباء عموميه، بس في سلكه طلعت على طول كده، نلحمها وارجع لكم تاني. للاسف يا جماعه اثناء ما انا بلحم الترانس، خطر لي على بالي ان انا اقيس الترانس ذات نفسه، فبقيس الترانس لقيته فاصل. ترى الملف الابتدائي زي ما احنا شايفين كده، بصوا يا جماعه ما ادانيش حاجه. انا بقيسه بالايه، بالصفاره. بصوا اهو، ادي طرف اهو، وادي طرف في ايدي، الطرفين الحمر دول. فكده الترانس ده محروق اهو. طبعا هنغيره، وبعدين نرجع السلكتين بتوع الايه، بتوع البطاريه، ونشوف النتيجه ونواصل مع بعض. طبعا يا جماعه انا لسه ما جبتش الترانس، ان شاء الله هجيبه، بس دلوقتي عشان اتاكد ان الجهاز ده سليم ولا لا، وان ما فيهوش حاجه تانية، واقول له صاحبه هيتكلف كذا يعني، وعشان احصر العطل او تكلفته، جبت بطاريه اهي من عندي، وهنجرب الجهاز كده اهو، ونشغله بالبطاريه اهو. اهو يا جماعه اشتغل الحمد لله. ايه يعني الجزر كده سكيتي ما اقدرش اقول للجليبي الهنديه كوبايه دقيق وكوبايه نشا معلقه خميره. يبقى العطل كده يا جماعه ترانس. طبعا عشان نحدد صلاحيه الترانس نقيسه كأوم، نقيس. طبعا انا بعمل كده، هقول لكم على الطريقه عشان ايه ما نعرفش الراجل هيوافق ولا لا. نقيسه كأوم بالطرفين دولك زي ما احنا شايفين اهو، الطرف الابتدائي اللي بيدخله الكهرباء ما بيدينيش حاجه اهو. بصوا اهو يا جماعه، الاحمر الاثنين الحمر بتوع الترانس، اما الاثنين اللي هم الصفر همك، نقيسهم برده اللي هو الخارج اللي المفروض يخرج لي الكهرباء اللي هتشغله. بيشتغل ده على 5 فولت او 4.5 فولت اهو يا جماعه كده. نقيس اهو كده، اهو تمام كده، اشتغل اهو يا جماعه.
سلك كده الخارج الترانسي سليم بس الداخل هو اللي ضارب ال 220، وطبعا البورده شغاله لان شغلناها بالبطاريه، يبقى كل العطر ينحصر في الترانسي ده. طبعا اقول للزبون هيتكلف كذا او في كذا، وهشوف هيقول لي اه او لا، وان شاء الله لو عملناه نوريه لكم. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا جبت الترانس اهو يا جماعه زي ما احنا شايفين، خارجه دخله 220 بيبقى تملي اللي هو تحت ده ال 220، ولو قسناه والتسعة فوق والتلاتة فولت هنلاقيهم فوق، يعني زي دخل كده وخارج. بس للاسف البياع بقى الله يسامحه جايب لي ثلاثة طرف، ده ثلاثة طرف 3 3 0 3. طبعا لو انا ركبتهم كده يعني مش هقدر اخد طرفين، طبعا الدخل هنا بتاع الراديو طرفين 3 فولت همك اللي هم الصفر دولك واتنين الحمر. فطبعا انا هعمل عملية تعديل عشان استخدم الترانس ده، عشان اقدر استخدم الثلاث اطراف. طبعا ما اقدرش اخد اتنين، لو خد اتنين هيبقوا ستة، هيطلع منه 6 فولت وانا محتاج 3 بس، ولو خدت الاتنين دولك هيبقوا 3 فولت، وطبعا مش هيشغلوا الجهاز كويس، هيلاقيه اول ما تعلي الصوت يبتدي يوعوع او يبتدي يعني تبقى فيه الصوت مش طبيعي. فطبعا عشان اقدر استخدم الامبير بتاع الترانس ده او الواط بتاعه هضطر اخد الاتنين دولك مع بعض وده لوحده، واركب هنا سيليكونات توحيد نوصلهم بالطرف الايه السالب عشان يطلع يطلع هنا الموجب، وده هنخليه الارض. وعشان نعمل ده هعمله واوريه لكم. اه يا جماعه هنثبت كده، هنحط الترانس كده ونثبته بالمسمارين اهو. بعد كده هنوصل الطرفين بتوع الكهرباء العموميه 220، طبعا زي ما قلنا الطرفين الحمر اهم، وادي الطرفين الحمر اللي هم هيدخلوا الجهاز، وهنعملهم في بعض كده. طبعا هنعري السلك كده ونفس الحكايه بالنسبه للتاني اهو، وادي الناحيه التانيه ونعري برضه السلك، وهنلحمهم في بعض ونعملهم بايه اهو كده، ونعملهم ببلاستر بعد كده. اعمل العمليه دي وارجع لكم تاني. اه يا جماعه جبت موحدين اهو زي ما احنا شايفين، وهنوصلهم بالطرفين السود، واحد هنا واحد هنا، وهيطلع من هنا الموجب والاصفر السالب، وبعد كده هنوصلهم في البورده الرئيسيه. الحمهم وارجع لكم تاني. خلاص يا جماعه الحمد لله ركبنا الاسلاك اهي. طبعا للاسف البياع حطيني في الموضوع ده، خلاني اعدل الترانس اللي المفروض يكون خارجه طرفين بس 0 3، مديهولي خارجه زي ما احنا شايفين ثلاث اطرافهم اهم ازرق اصفر واسود واسود، خلاني اضطريت للتعديل. طبعا عشان اعدل طبعا خارجه كده هو اصلا 3 0 3 اهو، فما ينفعش اخد طرفين هيبقى الكهرباء طالعه ضعيفه. فانا جمعت السالب والسالب اللي هم الثلاثه والثلاثه فولت اهم دول، وخدت الطرف الوسطاني اللي هو الوسطاني الاصفر ده خليته ارضي، وخليت الطرفين دولك خرجهم موجب عن طريق عمل اتنين موحد اهم، وربطتهم في الاخر مع بعض، وخدت منهم الطرف الموجب وحطيته على المفتاح بتاع المفتاح بتاع القفل والفتح، والطرف الثاني اللي هو الارضي ده حطيته على طرف اللي هو طرف اي حته ارضي، او طرف لو مش عارفين الارض فين هنحط على طرف المكثف الكبير، اكبر مكثف موجود اللي هو مكثف التوحيد اللي هو بيوحد 3 فولت. طبعا كده هنجربه. بسم الله الرحمن الرحيم، ده مفتاح الفوليوم اهو اهو يا جماعه، تمام كده شغال اهو. اهم حاجه ان انا ظبطت الكهرباء، انا عايز 3 فولت، انا عايز 3 فولت من المحول. هنقيسهم كده ونشوف اهو يا جماعه، بسم الله اهما كده، وادي الطرف الثاني اهو. بصوا يا جماعه اهو 3 و3 من 10، الحمد لله كده الجهد اتظبط
وكده اخد الترانس والواط بتاع الترانس كله والامبير بتاعه عشان ما يبص الترانس بعد كده، لان الترانس لو صغرته لو انا خدت بس طرفين بس من دولك هيظهر ومش هيطلع لي الكهرباء اللي انا عايزها او الواط اللي انا عايزه او الامبير ما يستحملش وهيبوظ تاني. ارجو ان اكون قلت حاجه مفيده. ان شاء الله هنقفله كده تقفيله حلوه ونداري الاسلاك دي ونديه لصاحبه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.